بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات انت تكون رايح تسجل في حلقة في برنامج وده يعود عليك بالإيجاب وساعات ده يعود عليك بالسلب، زي ما حصل النهاردة في حلقة نجم النادي الأهلي علي معلول لما راح سجل في برنامج رامز مجنون رسمي. الحقيقة ان هو اللي عمله النهاردة في البرنامج كان حديث كل الناس، خصوصا التصريح الناري اللي قاله اللي نقلته كل وسائل الإعلام، اللي هو لما بيقول له هجيب لك التعبان، قال له هات لي التعبان مش مشكلة، بس أهم حاجة إن أنا موقعش لنادي الزمالك. طبعا التصريح ده هيعلي أسهم علي معلول جدا، يعني مش بعيد إن علي معلول يطلع ترند بكرة، ومش بعيد إن هو يكون حديث صحافة طول الفترة اللي جاية، يعني خلال اسبوع مثلا ولا حاجة. وده بيأكد زي ما بقول انه ممكن يكون برنامج مقالب صغير جدا، بس واحد يقول فيه تصريح والتصريح ده يرفع اسهمه او يقلل من اسهمه، زي مثلا ما حصل مع العكس بقى، اللي هو اللي حصل مع النجمة غادة عادل. النجمة غادة عادل راحت سجلت في البرنامج وظهورها قلل جدا منها، يعني قلل جدا من اسهمها عند الناس، وكان ظهور باهت وقلل منها وحسس الناس يعني ان هي ايه ممكن تعمل اي حاجة عشان خاطر تظهر في برنامج وتاخد شوية فلوس. فهي المسألة فيها نسبة حظ وفيها نسبة توفيق من عند ربنا. فيعني علي معلول كان من حسن حظه ان هو قال الجملة الصغيرة دي في نص برنامج المقالب بتاع رامز جلال، اللي هي بعد كده ممكن تكون أشهر حاجة هو قالها في حياته كلها وأشهر تصريح ليه، ليكون أشهر تصريح قاله في حياته في برنامج مقالب يقدمه رامز جلال. وشكراً.